1. السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهارده في سلسلة الكوميونيكيشن سيستم ستراكشر، وان شاء الله السلسلة دي تعجبكم على القناة، وان شاء الله يعني نحاول نكفر السلسلة دي على قد ما نقدر ان شاء الله. اي مهندس اتصالات لازم يكون عنده مجموعة من المعلومات الأساسية اللي هي هتساعده في المجال، تمام؟ يعني اي مهندس خريج كلية هندسة لازم يكون عنده المبادئ دي، تمام؟ سواء كان بقى هيشتغل في النتورك، الموبايل، الاي تي، الار اف، الترانسميشن، المايكرويف، الاوبتيكال، الراديو، على حسب هو هيشتغل فيه لازم يكون عنده المبادئ اللي احنا هنتكلم عليها دي، تمام؟ اي نظام اتصالات طبعا احنا عشان خاطر يعني نبني نظام اتصالات يبقى احنا لازم عارفين احنا بنبني نظام اتصالات ليه، تمام؟ اول حاجه احنا لازم ننقل داتا، يبقى نظام الاتصالات بينبني او بيتعمل له ديزاين، تمام؟ عشان خاطر ايه؟ ينقل داتا، تمام؟ يبقى احنا عندنا اول او مجموعه من النقاط الرئيسيه اللي لازم بتحكمنا في عمل نظام او استراكشر للكوميونيكيشن سيستم، تمام؟ اول حاجه كميه الداتا اللي انا هنقلها، تمام؟ وسرعه نقل الداتا والمسافه اللي انا هنقلها او اللي انا هنقل بيها الداتا، تمام؟ ونوع الداتا اللي انا هنقلها لايه. وعلى فكره جميع انظمه الاتصالات اللي شغاله دلوقتي او كل التطور بينبني على النقط اللي انا اتكلمت عليها دي، كميه الداتا، سرعه نقل الداتا، المسافه اللي انا بنقل منها الداتا، تمام؟ ونوع الداتا اللي انا بنقلها. خلاص هتلاقي كل التطور تطور داخل الثلاث اربع نقاط اللي انا اتكلمت عليها دي، تمام؟ طيب نظام الاتصالات بيتكون من ايه؟ اول حاجه بيتكون من الترانسميتر. الترانسميتر ده المرسل، ده ساعي البريد اللي بينقل، ده مش ساعي البريد، ده اللي قبل ساعة، ده البوكس اللي بينقل الداتا، تمام؟ ده المفروض ليه، طبعا هتكلم عنه بالتفصيل، ده ليه مواصفات معينه. ليه؟ عشان هو ده اللي هينقل، الداتا، او هو هيحتوي الداتا او هيستقبل الداتا اللي هيعمل لها ترانسميت، تمام؟ يبقى ليه مواصفات معينه. طيب بعد كده الشانل اللي بيتنقل فيها الداتا، تمام؟ الشانل اللي بتنقل فيها الداتا وهنتكلم عنها بالتفصيل. وبعد كده الريسيفر. الريسيفر ده اللي هيستقبل الداتا، يبقى لازم يكون ماتشد مع الترانسميتر. ليه؟ لان كميه الداتا اللي هتنقل بالسرعه المعينه ديت لازم يكون ماتشد، الريسيفر ماتشد مع الترانسميتر، لان مش هبعت كميه داتا معينه والريسيفر ما يقدرش يستقبلها، فبالتالي يفقد او نفقد جزء من الداتا. يعني نقلنا الداتا في شانل وعملت لها ترانسميتر وفي الاخر استقبل نص الداتا، لا، يبقى انا لازم الريسيفر يكون ماتشد مع الترانسميتر عشان خاطر يستقبل كل الداتا. طيب يبقى احنا عندنا ترانسميتر وريسيفر وشانل. رابع نقطة الانفورميشن او الداتا اللي انا هنقلها. الداتا اللي انا هنقلها دي عبارة عن ايه؟ معلومة، انفورميشن، ترافيك. طيب الانفورميشن او الترافيك ديت بيبقى عباره عن ايه؟ ممكن يكون تكست، ممكن يكون فوتو، فيديو، فويس كول، فيديو كول، اي داتا بتتنقل من اكس نقطه اكس نقطه واي ديت بيسموها انفورميشن او ترافيك، تمام؟ ده يعني مقدمة بسيطة جدا عن نظام الاتصالات. وأي يعني أي تطور في نظام الاتصالات لازم هنلاقي التطور ده عن هيكون في الترانسميتر وفي الريسيفر وفي الشانل وكل ده عشان خاطر زي ما قلنا كمية الداتا ونوع الداتا وسرعة نقل الداتا والمسافة اللي بتنقل منها الداتا، تمام؟
هتلاقي حتى في مجال الموبايل هتلاقي الجيل الاول والثاني والثالث كلها في كل التطور هتلاقيه في النقط اللي انا اتكلمت فيها دي. التشانل، التشانل ديت عباره عن ايه؟ هي دي المكان او الممر او القناه اللي بيتنقل فيها الداتا، تمام؟ التشانل ديت بتنقسم لجزئين، يا وايرلس وبيسموها انجايدد وايرلس، تمام؟ فيش كيبل، وايرلس، او وايرد بكابل بيسموها جايدد، تمام؟ طيب جايدد بتنقسم بايه؟ ايه الكابلات اللي انا بنقل فيها داتا اللي احنا شغالين فيها في انظمه الاتصالات دلوقتي، تمام؟ في تويستد بير كيبل وكوأكسيال كيبل واوبتيكال فايبر، تمام؟ والثلاثه دول شغالين، يعني مش تطور مثلا وصلنا للفايبر فبالتالي الباقي اتلغى، لا ده موجود كله وكل واحد ليه استخداماته، تمام؟ الفايبر افضل من الكوأكسيال، والكوأكسيال افضل من التويستد بير، كل واحد بس، ولكن على حسب الاستخدام وعلى حسب التكلفه والسعر والمسافات وسرعه الداتا بنستخدم نوع من الكابلات دي، تمام؟ هناخد اول حاجه التويستد بير كيبل. التويستد بير كيبل ده بينقسم ل نوعين، تمام؟ هما اتنين شبه بعض، مش مشاكل، لهم نفس الاستخدامات، ولكن واحد ليه مميزات عن التاني. هنتكلم اول واحد شيلدد تويستد بير، تمام؟ وان شيلدد تويستد بير، من المعنى ان واحد محمي، ماشي، ليه مواصفات معينه يقدر نستخدمه مسافات ابعد، تمام؟ وهنعرف مميزاته دلوقتي. واحد ممكن يكون مسافات اقل وهنشوف شكله دلوقتي والفرق ما بين تشيلدد وان تشيلدد تويستد بير، تمام؟ طيب الوايرد التويستد بير ده خلي بالك مميزاته ايه؟ مميزاته ده سهل الانستليشن. لو انا عايز امد كابل في الشارع على الطور على بيت على مكان، المهم سهل جدا لانه كابل خفيف، سهل التركيب، ما بيحتاجش عماله كتير، رخيص، كل ده مميزات التويستد بير كيبل، تمام؟ ممكن يمشي فيه طبعا اشاره انالوج او ديجيتال. انا بس عايز اقول حاجه، الكابلات الوايرد ما عدا الفايبر، الوايرد هي كبر نحاس، الفايبر طبعا مش نحاس، تمام؟ بيمشي فيها الوايرد او التويستد بير والكوأكسيال برضه بيمشي فيها بيمشي فيها اشاره الكتريكال، تمام؟ الكترون يعني، تمام؟ اما طبعا الفايبر ده بيمشي فيها ضوء. طيب فاحنا التويستد بير، التويستد بير كيبل ده طبعا مش غالي، سهل التركيب زي ما قلنا، بيمشي فيها اشاره يا انالوج او ديجيتال، تمام؟ ده نوعين، التويستد بير ده نوعين زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، انشيلدد وشيلد. من عيوب التويستد بير ان هو يعني بنستخدم في مسافه 100 متر، تمام؟ في مسافه 100 متر النويز الخارجيه ممكن تاثر عليه، تمام؟ طبعا 100 متر ديت بعد ال 100 متر لو احنا استخدمنا من بعد ال 100 متر هتبدا الاشاره يحصل لها توهين ويحصل ممكن فيها مشاكل ويحصل فيها انترفيرنس، فممكن الاشاره ما توصلش بالدرجه اللي انا محتاجها، فلا 100 متر بعد ال 100 متر هيبقى في مشاكل، خلاص؟ وده الميز، العيب ده بدا يتغلب عليه في الشيلد التويستد بير، تمام؟ بس برضه ما زودش مسافه اعلى من كده شويه، تمام؟ طيب لو احنا بصينا على ده كابل تويستد بير، ده كابل ايثرنت عادي اهوت، مفيش مشكله في 8 اطراف، ده اللي بره ده او العازل اللي بره ده بلاستيك، تمام؟ داخل فيه كابلات، ده نحاس اهي 8 كابلات، ده نحاس وعليهم عازل اهوت، ده اللي موجود بيسموها تويستد بير، والتويستد بير ديت هم عاملينه بالطريقه ديت عشان خاطر بيمنع الانترفيرنس،
خلاص. طيب الكابل الثاني او النوع الثاني اللي هو الشيلدد توستد بير، هو نفس النوع تمام، هو 8 كابلات 8 اطراف اهوت، بس ولكن ضاف عليه ان ده بلاستيك، والمفروض في التويستد بير كان الكابلات دي او السلوك دي تمام، ضاف عليه اللي هو الشيلدد شيلد من المعدن ده للحمايه، وعشان خاطر يمنعه من القطع والكلام ده، وبرده في اللي هو الطبقه البلاستيك ديت ده بتمنع برضو الانترفيرنس الخارجيه، لو حصل في اي نويز ولا حاجه بتمنع النويز منه. لو احنا بصينا اهوت المكونات بتاعته، اول حاجه تويستد بير كيبل، الايزوليشن تمام، الميتال شيلد تمام، وده البلاستيك كفر. طبعا ان شاء الله السيشن اللي جاي او المحاضره الجايه او ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الكوأكسيال كيبل بالتفصيل ان شاء الله، وممكن لو في عندنا بعض الصور للشيلد توستد بير والانشيلد توستد بير ممكن نجيبه معانا، بس يعني يا ريت تدعمونا في القناه، لان احنا طبعا احنا الايام اللي فاتت ديت عشان خاطر رمضان فاحنا قللنا الفيديوهات شويه، كان المجهود قل، فان شاء الله الايام اللي جايه ان شاء الله نحاول ندخل في يعني نكون اكتف على القناه، بس يا ريت دعمكم بالشير ولايك وكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.